طيب المتسابق الثاني متعب الشهراني، تعال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. هلا ومرحبا. الله حيهم. يلا متعب، خذ لك واحدة. اسحب لك واحدة. سمعنا يقول تخطط بصوت عالي تمقلب خويك وانت مش مقتنع بافكارك. شلون مره ثانيه؟ تخطط بصوت عالي تمقلب خويك وانت مش مقتنع بافكارك. حلو، واضح المشهد؟ واضح. يعني طيب. اكل حالي اي تكون بحالك حلو. تخطط انك تبي تسوي له مغلب وكذي بس انت مواثق. حلو، مواثق يعني باللي تسويه. اكلم جوا؟ لا بنفسك كلم جوا سوي اللي تبغاه. إيه؟ تعال متعب متعب بس انت لوحدك. تخطط بصوت عالي تمقلب خويك وانت مش مقتنع بافكارك. إيه؟ يعني شلون شلون فهمتها؟ يعني اني اقول ايش اسمه هاي اقلبه. لازم اسوي له مشكله، لازم اسوي له مشكله. إيه؟ افتن عليه كذا. إيه؟ كذا تقول مشهد. لا لا، كيف نعم. كيف تقول عشان يكون على بين. انت تبي تقول ها خلنا شلون خل خالد ابوك جوال خالد خليه يدوخ بس فشله خاف. لا خلي اسوي له خليه يستاهل. والله حرام والله بس خالد ما هالجواب. انت بتسوي لي مقلب وبعدين تتحسف. إيه؟ وبعدين تقول لا ودي اسوي مقلب بالضبط. يعني انت مش مقتنع بالافكار اللي المقال. اخش سيارته ورا الحوش كيفك بس. أيوه. ترى كلها كلام يعني زين. طيب بس هذه المعلومه خلاص وصلت لك بس؟ والله ما وصلت، حاول توصلها لي. الحين انت حاط جوالك. حلو. انا بقول انا بخش جواله بخليه يدوخ بعدين قلت لا والله فشله ما يستاهل خافض. قلت شلون؟ خلنا ابنشر سيارته خليه يتعطل ما يروح عند بعدين. ابى اقول سيارته انسرقت. اي يلا بنشر بنشر بنشر. يلا روح يلا انا اخذ شد حيل. يلا خلنا نشوف متعب الشهراني. ابو من ابوه يا الربع راقد خالد ابغى اسوي فيه حاجه ابغى اضحك ضايق ودي اضحك ايش اسوي فيه ايش اسوي فيه ابنشر سيارته لا ما لها داعي خليه يروح الدوام الصباح ولا تدري خليه ابنشر سيارته خليه يغيب يخصمون عليه لا ايش ذنبه امس غايب عن الدوام زاد يغيب ذا اليوم تدري خلني بشر سيارته والله العظيم انه حبوب ايش ذنبها يغيب عن دوامه ولا تدري تم خله بس خله يصحى الصباح على صحيته من النوم افزمز عليه صح متعب الشهراني يعني انا اشوف انه باقي له وقت كان يستفيد منه يقدر هو مرات يوصل معلومه صح احسن ما يصير طويل وينزل الرتم بالضبط اقول كان باقي معه وقت لو استفاد منه بس قال ابو الوليد انا هذا اللي دائما اقول لهم عنه خذوا انتم عندكم 120 دقيقه 120 ثانيه 60 ثانيه 60 ثانيه دقيقتين 120 ثانيه خذوا وقتك كامل